ما يزال العامل السوري في تركيا يعاني الأمرين منذ لجوئه إليها هربا من أتون الحرب التي اشتعلت في بلاده، حيث ترك تركيا عرضة للاستغلال من قبل أرباب العمل الأتراك دون أي حماية من النظام التركي الذي ادعى بأن اللاجئين السوريين ضيوف في تركيا. عندما انخدع الشعب السوري بمعسول الكلام من رئيس النظام التركي رجب أردوغان بأن السوريين الفارين من أتون الحرب الدائرة في بلادهم إلى تركيا ليسوا لاجئين بل ضيوف، وأن على أنقرة واجب إكرام ضيوفها، تدفق مئات الألوف بل الملايين نحو تركيا، لكن الواقع كان عكس ما خيل لهم، فتصرفات الأتراك معهم وكذلك مؤسسات النظام كشفت الوجه الحقيقي عن مطامع النظام في استقبال اللاجئين وما دبر لهم بليل. الممارسات العنصرية بحق السوريين في تركيا إن كان من قبل المواطنين الأتراك أو من أجهزة النظام كانت السمة البارزة طيلة سنوات اللجوء، حتى بات حلم الخروج من تركيا والتوجه نحو القارة الأوروبية الهدف الأول لمعظم اللاجئين السوريين وخاصة العمال منهم. هؤلاء العمال الذين يقدر عددهم بمليون شخص، 90% منهم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية وفق ما أقر به مكتب منظمة العمل الدولية في تركيا، وهو ما يجعل العامل السوري تحت رحمة صاحب العمل الذي لا يدفع للعامل الحد الأدنى للأجور، والذي بالكاد يكفي لسد التكاليف المرتفعة للحياة في تركيا في ظل التضخم الاقتصادي الذي تعيشه منذ سنوات والانهيار الذي يهدد اقتصادها. ورغم أن 85% منهم ليس لديهم أي عائق قانوني لاستصدار تراخيص العمل، إنما يرجع السبب الرئيسي في ذلك لتهاون أرباب العمل والرغبة في التهرب من دفع التأمينات الاجتماعية في محاولة لتخفيض تكلفة الإنتاج. انتهاكات أرباب العمل الأتراك بحق العمال السوريين تبدأ بفرض العمل عليهم ساعات كثيرة وبأجرة قليلة، ولا تنتهي بحرمانهم من الإجازات المستحقة والحقوق القانونية، أسوة بأقرانهم الأتراك الذين يعملون ساعات أقل ويقبضون راتباً أكبر. التضييق لم يقتصر على العمال السوريين لدى أرباب العمل الأتراك، بل تعداه ليصل إلى السوريين أصحاب المطاعم والمحال التجارية في عموم المدن في تركيا، فهذه الممتلكات تكون عرضة للنهب والتخريب من قبل الأتراك العنصريين في أي لحظة، لا سيما وأن مبدأ الإفلات من العقاب سار في تركيا، خاصة إذا كان المجني عليه سوري الجنسية. الضرر الأكبر لحق بالقُصّر من اللاجئين السوريين في تركيا، إذ اضطرتهم الظروف المعيشية الصعبة والتمييز العنصري بحق ذويهم لترك التعليم والالتحاق بسوق العمل في سبيل توفير دخل إضافي للعائلة لمواجهة تكاليف المعيشة الباهظة. ومع اقتراب يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار مايو من كل عام، تبرز على السطح المعاناة التي يعيشها العامل السوري في تركيا، فسلطات النظام لا تنصفه لو تقدم بشكوى بحق رب العمل، بل تعمل أجهزة النظام القضائية والأمنية كخطوة أولى في تحركها على ترحيله قبل البدء في الشكوى التي تقدم بها، وفيما بعد لن يصلح العطار ما أفسده الدهر. ينضم إلينا من برلين سردار ملا درويش، صحفي ومدير شبكة آسل الإخبارية. أهلا بك أستاذ سردار. نتحدث عن وضع العمال السوريين في تركيا، حضرتك صحفي، يعني كيف تتابع وضع العمال السوريين خاصة الذين لم يسجلوا أسماءهم وبياناتهم لدى التأمينات الاجتماعية في تركيا؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. يعني بطبيعة الحال أعتقد ليس هناك يعني قوانين واضحة أو قوانين ظاهرة تدعم وجود هؤلاء اللاجئين وخاصة العمال منهم. يعني أنا لا أتحدث هنا من مبدأ صحفي فقط، ولكن عايش الواقع في تركيا. هناك انتهاكات عديدة تحصل بحق العمال السوريين من حيث بجانب المادي وبجانب النفسي. هناك استغلال كبير لعمل السوريين، وهناك أيضا استغلال كبير في عدم في كثير من الأحيان بعدم دفع الأجرة المحقة للسوري. وطبعا هذا الشيء يظهر من قبل أصحاب العمل الأتراك أو أرباب العمل الأتراك بأن ليس للسوري أي مكان يلتجئ إليه لأخذ حقه. ليس هناك قانون لدى مثلا الشؤون الاجتماعية
تسمح بأن يكون هناك قوانين تدعم أو تكون ساندة أو مساندة للعمال السوريين. فلهذا الشيء الحقيقة السوريين بشكل عام، وندرك أن الشريحة الواسعة من السوريين اليوم هم مجرد عاملين في تركيا. الصورة الظاهرة في تركيا ربما تظهر بعض السياسيين وتظهر بعض العسكريين والعاملين في الحقول المدنية والإعلامية، وهؤلاء ربما لديهم حقوق عمل لأنها مرتبطة، ليست مرتبطة أصلا بتركيا بالأساس، هي مرتبطة بدعم من خارج تركيا، وتركيا تستفاد من هذا الأمر. باتت في السنوات الأخيرة تفرض العديد من الشروط على المؤسسات والشركات التي تعمل أو التي لديها بزنس اقتصادي في تركيا. أما الشريحة الواسعة هي شريحة العمال، وللأسف الشديد حتى اليوم لا يوجد هناك أي عمل حقيقي أو دراسات من قبل السوريين العاملين في تركيا أو القوى السياسية الموجودة السورية الموجودة في تركيا لدعم حقوق هؤلاء العمال. فأمرهم متروك لهم، يستطيع صاحب العمل أكل حقهم أو طردهم من العمل دون أن يكون هناك أي محاسبة لأرباب العمل. فهذه الصورة العامة المتواجدة منذ عام 2011، منذ أن حاولت تركيا استقبال السوريين على أساس أنهم مهاجرين وفارين من الحرب، ولكن للأسف الشديد في الواقع السياسي وفي الواقع المجتمعي هذا الأمر ليس موجود. ندرك تماما أنه حتى هناك أنواع من الإقامات الموجودة في تركيا، وهي إقامات مختلفة، إن كانت إقامة عمل أو إقامة سياحية، ربما تمنح هذه بعض الفرص للعمل، لكن في النهاية هي لا تشمل حقوق التأمين الصحي وغير ذلك. السوريين العاديين يأخذون كملك عادي، ربما يكون هناك بعض الشيء من التأمين الصحي، ولكن هذا أيضا لا تدفعه الحكومة التركية، أيضا هذا هو دعم من الاتحاد الأوروبي ومن دول غربية لدعم هؤلاء اللاجئين السوريين. أي هذه الصورة ليست واضحة، ماذا يأتي بحق السوريين من الخارج كدعم؟ لا تقوم تركيا بشفافية تجاه ذلك، لذلك نرى حالات كثيرة من العنصرية المتشددة في تركيا تجاه السوريين، سببها أن الحكومة لا تكون شفافة مع المجتمع التركي. المجتمع التركي يعتقد أن الحكومة التركية هي التي تقوم بمساعدة السوريين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الأتراك، ولكن حقيقة الأمر أن الدعم المقدم للاجئين السوريين هو من الاتحاد الأوروبي ومن دول غربية، ولكن هذا الشيء ليس بواضح. وليس بواضح لماذا؟ لأن القوى السياسية والقوى العسكرية وقوى المجتمع المدني والإعلام العاملة في تركيا للأسف هي دائما تبحث عن الدعاية للسياسة التركية، خاصة سياسة حزب العدالة والتنمية لقربها منها، أي تضحي بالسوري لأجل إرضاء الحكومة التركية. لذا نرى أن العديد من السوريين للأسف الشديد، وأنا شاهدت هذا في تركيا كثيرا، أن كثير من المتنفذين أو المقربين من السلطة الحاكمة ومن حزب العدالة والتنمية من الفارين من سوريا في الثمانينات الذين انضموا لحزب العدالة والتنمية وسواه، أو الذين دخلوا مؤخرا، دائما كانوا يروجون إلى سياسة السلطة على حساب سياسة السوريين. وللأسف هؤلاء هم الواجهة السياسية للمجتمع السوري وباسم الثورة السورية وباسم السوريين في تركيا. أستاذ سردار، يعني نتحدث عن 90% تقريبا من العمال السوريين في تركيا هم غير مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية، لكن هناك هي لديها تأمينات اجتماعية أو صحية. طيب هؤلاء 90% لماذا لا يقدمون على التسجيل لدى الشؤون الاجتماعية؟ هل من موانع تمنعهم من ذلك؟ يعني بطبيعة الحال نسبة 10% أيضا اختلفت مع السنوات. يعني تم فرض ضرائب على هؤلاء من قبل الحكومة التركية. حتى الشركات والمؤسسات عندما تقوم بشراء أمور لوجستية يجب أن تكون من تركيا، أيضا تم فرض عليها أن يكون الرواتب المتداولة فيها بالعملة التركية، وهذا كي تستفيد الحكومة التركية من العملة الأجنبية لتقوية اقتصادها. أما بالنسبة لهؤلاء 90% هم شريحة المجتمع أو السكان العاديين، هؤلاء الذين يبحثون عن وجود وبقاء في تركيا دون أي ضرر. يجب أن يكون هناك قوى هي التي تدافع عن حقوقهم. هؤلاء إن ذهبوا إلى أي مكان لن يكون هناك أبواب مفتوحة أمامهم، لأنه لا يوجد قانون
حقيقي وقانون فعلي لدعم هؤلاء الأشخاص. ندرك تماما أن هؤلاء الأشخاص، يعني هؤلاء السوريين الذين فروا من جحيم سوريا ومن النظام السوري، لكنهم للأسف الشديد مع الوقت اصطدموا في تركيا بقوانين صارمة من سلطة أيضا تحاول إظهار أنها تساعد السوريين في الخارج، ولكنها في الداخل للأسف الشديد لا تقوم بهذه المساعدة ولا تقوم بهذا ولا تقدم هذا الدعم المقدم للسوريين بشكل عام. هنا اللوم يكون بشكل كبير على القوى السياسية التي تظهر للعلن وتقول نحن ممثلين الشعب السوري، ولكنها للأسف الشديد لا تقوم بأي شيء اتجاه السوريين. فالعامل العادي اليوم لا يستطيع أن يضحي بوجوده هناك أو بالحياة المعيشية هناك. نرى تماما أنه خلال السنوات الأخيرة باتت عملية ترحيل هؤلاء السوريين واضحة تماما. أي نعم. سوري ربما يذهب للبحث عن حقه يتم تسفيره إلى خارج الحدود، إلى شمال غرب سوريا دون أي محاكمة ودون أي سبب. ستتم عمليات الترحيل وتتم عمليات الطرد من تركيا، وهذا أمر واضح. يعني أنا أحد الناس الذين تعرضوا لعملية الطرد من تركيا دون أن يكون لدي أي حق في البحث عن هذه الأمور للأسف. فكيف لشريحة بسيطة، شريحة السكان العاديين أو الناس العاديين، أن يتقدموا بالدفاع عن حقوقهم في حين أن القوى السياسية والقوى المجتمعية الفاعلة بعيدة عنهم؟ هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون مساندة ومساعدة السوريين، لكن للأسف هذه الأصوات لا تكفي إن لم يكن هناك قوى سياسية أو قوى مجتمعية فعلية تدعم حقوق هؤلاء السوريين. إن كان السوري لا يدافع عن السوري هناك، لن ننتظر أن يصبح التركي هو المدافع عن السوري للأسف. بما أننا تحدثنا عن موضوع الترحيل للسوريين، برأيك العمال السوريين اليوم طبعا غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، هل هم عرضة أكثر للترحيل من العامل الذي لديه تأمينات اجتماعية وصحية ولديه رصيد بنكي؟ يعني من خلال التجربة، يعني من خلال تجربتي أستطيع أن أقول ليس هناك أي موانع من ترحيل أي سوري مهما كانت صفته في تركيا. للأسف الواقع التعامل مع السوريين خلال العشر سنوات الأخيرة بالذات أو تسع سنوات الأخيرة باتت عملية أمنية واستخباراتية أكثر. أي سوري لديه أي شيء، لديه إقامة، لديه تعليم، لديه عمل، لديه حساب بنك، لديه أي شيء تستطيع الحكومة التركية عبر الاستخبارات طرده من تركيا في أي لحظة كانت. ليس هناك أي شيء يدعم أو يساند حقوق بقاء السوري في تركيا. وندرك تماما أن عمليات الترحيل التي حصلت بحق السوريين في الفترات الأخيرة ليس هناك لها أي مبرر. يعني السلطات التركية والحكومة التركية لا تضع مبرر لطرد السوريين كي تتجنب الانتقادات من الخارج. وندرك أن عشرات ومئات العمليات الترحيل التي حصلت بحق السوريين هي لأمور كيفية بالنسبة للسلطة، ولا يتم مراعاة أي طابع إنساني أو عملي أو اقتصادي أو وجودي للسوريين هناك. أشكرك جزيل الشكر من برلين سردار ملا درويش، صحفي ومدير شبكة آسو الإخبارية.